وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. نرحب فيك سعادة الدكتورة جهاد، وبداية إنجازات لا شك واسعة ومشهودة تحققت لمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، كيف تقرأين المشهد اليوم في ظل كل هذه المكتسبات التي تحققت؟ بداية أشكركم على الاستضافة في هذا اليوم المبارك اللي تحتفل به البحرين باليوبيل الفضي اللي تولي سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وإن شاء الله نحتفل بمناسبة اليوبيل الذهبي وما بعده في ظل قيادتنا الحكيمة. طبعا أبرز مكتسب يلمسه الجميع في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم هو نعمة الأمن والأمان، واللي هما ركيزة التنمية والاستقرار. فيعني ما نقدر نتكلم عن تطور دستوري أو تنمية اقتصادية وتنموية بدون الأمن والأمان وسيادة القانون. ما نعيشه كأسرة بحرينية من التفاف حول قيادتنا ومن توافق شعبي يتمثل في استفتاء الميثاق وهي البيعة المتجددة لجلالة الملك المعظم انعكس في رسالتنا للعالم، فكانت وما زالت الدبلوماسية البحرينية تحمل خطاب الاعتدال والاتزان. أيضا كتبنا في المحافل الدولية ثقة العالم أن البحرين هي دار للتعايش وللوئام والسلام، وهذه طبعا كل هذه المكتسبات الحضارية وغيرها أهلت البحرين بحيث أنها تكون نموذج ملهم في سيادة دولة القانون والمؤسسات للبلدان الأخرى اللي سارت على خطى التحول الديمقراطي من خلال إنشاء مؤسسات دستورية أو تطوير نظمها القانونية. فلله الحمد أصبحت البحرين مقصد للاطلاع على تجربتها الناجحة في التقدم الديمقراطي. كذلك يعني شمل التطوير قطاعات أخرى عديدة، على سبيل المثال لما نتكلم عن قطاع التعليم واللي هو مرتبط بكل أسرة بحرينية، فشفنا خلال 25 سنة الماضية افتتاح العديد من المدارس الجديدة، تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، افتتاح كلية بوليتكنيك البحرين وكلية المعلمين، خفض الرسوم الجامعية وتطوير المناهج، زيادة توظيف العناصر الوطنية وغيرها من أمور كثيرة، كلها تصب نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو تطوير قطاع التعليم. نعم. مثل هذا التطور موجود أيضا لو تسمح لي أخي الكريم في القطاع الصحي واللي اجتاز امتحان جائحة كورونا بكل اقتدار وبشهادة العالم ومنظمة الصحة العالمية. فعندنا قصص حقيقة نجاح أخرى في كثيرة في القطاع. نعم دكتورة جهاد، لا شك الإنجازات تتوالى في جميع وكافة القطاعات، ولكن بدنا كيف يعني تقرأين لنا دعم جلالة الملك المعظم لعمل السلطة التشريعية بغرفتيها؟ لله الحمد تحظى المؤسسة التشريعية بدعم لا محدود من جلالة الملك المعظم. أبرز الأمثلة على ذلك استدامة الحياة البرلمانية في مواعيدها الدستورية، فمثل ما تشوف انتظمت الفصول التشريعية منذ إقرار الميثاق، يعني من خلال الدعوة لإجراء الانتخابات لانتخاب مجلس النواب إلى جانب تعيين مجلس الشورى. فطبعا هذه يمثل صوت اللي هو طبعا يمثل صوت عناصر الخبره في مجالات اخرى. هذه يعكس الحرص الملكي على انتظام الحياه البرلمانيه، مستوى الاستقرار السياسي في عهد جلاله الملك حفظه الله. تميزت ايضا العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه بالتعاون والتكامل، وهذه ايضا اثمر حصيله تشريعيه جعلت الجميع شريك في مسيره اليوبيل الفضي من خلال اصدار 1885 قانون طيلة الفترة الماضية. سواء بسن قانون جديد أو تعديل تشريع معمول به، وهذه الرقم يعكس حجم الجهد التشريعي المكثف والأثر اللي نلمسه اليوم. أعتقد أن من أبرز العلامات المضيئة أيضا في مسيرة العمل التشريعي هو ما يتعلق بتطوير التشريعات الحقوقية واللي عكست رؤية قائد لوطن وأب للأسرة البحرينية. نشوف أن لغة القوانين الحقوقية هي لغة إصلاح للمجتمع وتهذيبه،
حتى أن الأفراد يعودون صالحين لبناء مجتمعهم. هذه طبعا تعكس فلسفة قائد المسيرة الوطنية نعم. الله يحفظه ويرعاه، في أنه يرى كل فرد من أبناء البحرين عضو فاعل لبناء أسرته ومجتمعه ووطنه. نعم سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.